أنا في تقديري لأول مرة منذ عام 1945، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، الولايات المتحدة الأمريكية الآن في عزلة كاملة عن العالم. الدليل، أنت تعلم أنه منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أوروبا تسير في ذيل الولايات المتحدة. الآن أوروبا لا تسير في ذيل الولايات المتحدة. 32 دولة أوروبية أعلنت أنها تعارض قرار ترامب بالنسبة للقدس. 32 دولة، يعني الاتحاد الأوروبي. قبل كده ترامب أعلن انسحابه من اتفاقية المناخ، أوروبا تمسكت باتفاقية المناخ. قبل كده ترامب أعلن أن هو يريد التخلص من اتفاق النووي مع إيران. صحيح. أوروبا أعلنت تمسكها بهذا الاتفاق النووي، إلى جانب موقفه من التجارة العالمية اللي بتعتبر أوروبا يمس مصالحها. حتى العقوبات اللي أخذها الكونجرس بطلب من ترامب ضد روسيا، أوروبا اعتبرت أن دي تؤذي مصالحها، وخاصة فيما يتعلق ب تعرف صادرات الغاز الطبيعي الروسية إلى آخره. طيب، إذن من أقصى شرق العالم حتى بوليفيا غربا واقفين ضد قرار ترامب، ضد أمريكا، واعتبروا بقى إن وده بقى المهم، الولايات المتحدة الأمريكية دولة خارجة على القانون، لأن في قرارات للشرعية الدولية بتتاخد من عشرات السنين تتعلق بفلسطين وخرقتها الولايات المتحدة الأمريكية بالظبط، وبالتالي لم تعد مؤهلة لأي دور فيما يسمى بعملية السلام. طيب،